غابت أمسية مهرجانات بيت الدين الدولية لهذا العام، فافتقدت السياحة إحدى مناراتها. وكما كان الحضور المتواصل منذ العام 1984 رسالة ثلاثية الأبعاد في الأمل والحياة والثقافة، كذلك في الغياب رسالة تضامن. هكذا أرادتها رئيسة مهرجانات بيت الدين السيدة نورة جنبلاط، معلنة عن افتتاح معارض فنية تجسد مشهدية لبنان بطبيعته الخلابة. وفي بيت الدين لوحات تعرض للمرة الأولى للفنان الراحل عبد الحميد بعلبكي، ومن خلالها تحية إلى الجنوب. سئلت كثيرا منذ اتخذنا قرار تعليق مهرجانات بيت الدين لهذا العام، لماذا فقط أنتم تعلقون أنشطتكم بينما تعش البلاد بالحفلات والمهرجانات الأخرى؟ جوابي: نحن طبعا نحترم خيارات المهرجانات الأخرى وقراراتها، لكننا في مهرجانات بيت الدين أردنا أن نسجل موقفاً تضامنياً إنسانياً مع أهلنا في الجنوب، في جنوب لبنان وفي غزة وفلسطين. بالتذكير، مهرجانات بيت الدين كانت قبل كل شيء رسالة أمل منذ انطلاقتها سنة 84 في حقبة الحرب الأهلية السوداء، وسوف تبقى هذه المهرجانات ملتزمة برسالة الانفتاح والتنوع، الثقافة والفن الهادف. Landscapes of Belonging، مناظر الانتباه بإشراف وتنسيق صالح بركات. يأخذنا هذا المعرض في رحلة تعرفنا على الطبيعة اللبنانية عبر أجيال ومسارات الفن التشكيلي، وتحية خاصة للجنوب اللبناني للفنان الراحل عبد الحميد العلبكي. مجموعة لوحات تعرض للمرة الأولى، معرض لهب ومعرض أورو تيران للملحن والفنان زاد ملتقى. يقول زاد: هما الحريق والصلاة من أجل الأرض، وهو صدى لهذه المحنة القاسية التي تمر بها هذه الأرض المقدسة التي نحتت فيها بلادنا. المعرض بالتنسيق مع كاليري. قصر بيت الدين بساحاته وحجارته وأروقته ومتاحفه الشاهدة على حقبات من تاريخ جبل لبنان أضيء ليطفي على سحره رونقا فريدا، والمعارض تستمر حتى 20 من أيلول المقبل.